باش نحكيوا على برنامج مشروعي. برنامج مشروعي البرنامج هذا اللي انطلق من 24 جانفي اللي فات، في جزء ثاني منه. البرنامج هذا يهدف في المدة الجاية، في مدة 5 سنين جايين، بتوفير 600 موطن شغل. كيفاش؟ باش يتم دعم مجموعة من المشاريع لمجموعة من الشباب أصحاب المشاريع في مختلف ولايات الجمهورية. واحد من أصحاب المشاريع الموجود معنا بالتليفون حافظ الشوالي، هو واحد من المستفيدين من البرنامج هذا، برنامج مشروعي اللي يتم بالتنظيم ولا تنسيق ولا تمويل من الأورغانيزاسيون دي ناسيونز يوني بور لو ديفلوبمون اندستريال والأجنس دي زيتا زيوني بور لو ديفلوبمون اندستريال، وبالشراكة مع الحكومة الإيطالية و هاش بي فونداسيون. هذوما الشركاء اللي أطلقوا المشروع ولا البرنامج هذا. سي حافظ الشوالي حاضر معنا، مرحبا بيك. مرحبا مدام. دونك شكرا ليك على قبول التدخل معنا. نحكيوا شويه على الشراكه مع برنامج مشروعي وعلى المشروع نتاعك انت بالضبط فيش يتمثل. احنا كنا حكينا شويه في الكواليس، هو تركيز أيه. تركيز الجي بي اس. دونك شنو بالضبط بيه. المشروع اي بي هو المشروع دي سورتو معناتها للكراهب، معناتها المقاولين اللي محط التكلي اللي يحب يتبع كرهبته في حالة سرقة، في حالة كذا معناتها لازم يسكت كرهبته، يعني البوزيشن تاع كرهبته في تونس معناتها في الجمهورية كاملة. معناتها عندنا توا معناتها جي بي اس تونيزي اللي هي معناتها موجودة في فيسبوك، معناها تنجموا تدخلوا تشوفوا لي زوفر اللي فيها ديجا، معناتها توا ايباغبي في تونس الكل. احنا معناها تبارك الله معناها موجودين في تونس الكل. ايوا فهمتي مدام؟ آه. هذا هو. دونك انتم من وقتاش موجودين بالضبط؟ بون احنا سنه من 2012 يعني في شراكه اي آه. دخلت في شراكه مع جي بي اس تونيزي، معناها فريمون ايكيب طياره على الاخر. ديجا توا حتى عندنا معناها دي بوتي اخرين، معناها لان حتى العباد اللي عندهم الزهايمر عندنا دي موتر جي بي اس زاده. معناها سنتور كيفاش هذه بالضبط؟ جي بي اس سنتور تتحط في مثلا العبد الكبير ولا المريض بالجي بي اي مونجيلا عادية روبوست، معناها مين حتى ما تنجمش تتنحى خاطر فيها الفيس هي ما تتكبس على اليد. حتى واحد يصير عنده لازايمر مثال زاع ولا حاجة تنجم تعرف البوزيسيون تاعه. ومين حتى عندنا النيجل معناتها بوغ معناتها الولد الصغار بوغ ليزونفون. واحد ولد ضاع ولا حاجه كذا نجم مين يعرف حتى البوزيسيون تاعو وين. كيف كيف مونجيلا زادت تتلبس في دين صغيرات وتعرف بها فين مونجيلا هكا حلوة تاع ولد صغار كذا تلبس في اليد. معناتها ويكي بي دي جي بي اس. حلوه حلوه الفكره وجديده. دونك قل لي سي حافظ، انت بالذات معناها كصاحب مشروع قلت لي بديت من 2012 توا، شنو باش يزيدك برنامج مشروعي؟ الشراكه هذيا معاهم ولا التعاون معاهم هو باش يعاونوك في شنو؟ في توسيع المشروع هذايا باش معناها تخدم على ولايات اخرى، مع انه انت حافظ سي حافظ انت موجود في ولايه بيجا، دونك اصيل ولايه بيجا. تخمم باش توسع في ولايات اخرى ولا تخمم باش تخرج مثلا بالبرودوي نتاعك هذا البرة؟ التعاون هذا مع برنامج مشروعي شنو وين تحب توصل به؟ بون هو شفت مشروعي فريمون معناها حاجه طايره على الاخر، هو صار اكومبانيمون معاهم، معناتها دي ورك شوب معناها عملناهم، دي ريونيون معناها باش تعرف السيبل نتاعك معناها وين تمشي بالضبط. ايوا وعندهم زاد عندهم الاكومبانيمون معناتها زاد معناها لي بانك معناتها ينجموا يقفوا معاك معناتها في توسيع مشروعك. معناها فريمون ايكيب طايره على الاخر جات معنا مع تعاوننا بالكده باش تعرف حتى معناها تجيري معناتها معناتها السوسيتي نتاعك حتى في الامور الادمينستراتيف، امور كوميونيكاسيون معناها مع الكليون شنو تحكي، معناتها الكليون ما يحبش معناتها تطول عليه كذا، معناتها تعطيه معناتها ديمو كليب ديريكت معناها الفكره نتاعك معناتها باش تقنعه كذا. هذا هو فريمون معناها صار كومبانيمون طايره على الاخر. دونك هما يقدموا لكم النصيحه والاستشاره وكيفاش تتعاملوا مع الكليونات باش تعمل معك البلان دافير نتاعك كامل. فهمت كيفاش؟ يعاونوك حتى في الامور الفينونسمون من بعد. في المادية نايم بعد يتعاونوكم ماديا. قل لي سي حافظ توا المشروع كيف من هذا
ولا البرودوي نتاعكم هذا مقبول في تونس؟ يلقى رواج معناها، يجي تونسي يهتم يحب يعرف يحط يهتم بالجي بي اس، يقول لك اليوم ما ثماش كهرباء، ماذا بيه واحد ما عندوش كهرباء ما فيهاش جي بي اس. سورتو كي قلت لي زاد على الافكار الجديده ولا الحكايه الجديده، انه عبد اللي عنده الزهايمر معناها يحطها، ولا الصغيرات كي يمشيوا للمدرسه يخاف عليهم ديما منقاله في دي، يستحسن هالفكره كي يسمع بها الكليون يقبل عليها. ديجا معناتها صايرة تليفونات كبيرة معناها، وسيختو معناتها للكرهب الأكثرية، فهمت كيف؟ معناتها أي واحد معناتها ماذا به معناتها يستخدم على كرهبته، سيختو معناتها تشوف توا معناتها ما نكذبش عليك معناتها صايرة صرفة كبيرة، تحب ولا تكره معناها ثم كرهب تقدر تتهز كذا معناتها ديريكت، معناها تشوف التليفونات ربي يقرا شكون كانت تتسرق كمان، نحب نركب جي بي اس في كرهبتي، نحب نتبعها، نحب نستحفظ عليها كذا، نجم نسكتها خاطر هو من حتى باغ كليك معناتها باغ ميساج نجم نسكت كرهبتي وما عادش تخدم له. فهمت كيف؟ دونك انت توا تخمم باش تزيد توسع المشروع هذايا، وعلاش ليه تحب تخرج حتى لبرا البرودوي نتاعك؟ علاش ليه؟ بيان سور غير كي نلقاو معناها دي مارشي لبرا، معناتها احنا ديجا نحبوا نتوسعوا اكثر في تونس، نحبوا ناخذوا لي مارشي اكثر في تونس معناها، وعلاش ليه معناتها نخرجوا حتى لبرا من تونس معناها، ديجا معناتها الفكره لقيت رواج كبير معناتها. الفكره حلوه والاضافه جديده على الجي بي اس، قلت لك للمرضى بالزهايمر ولا للصغيرات حاجه حلوه برشا. ديجا عندنا اكثر من 50,000 معناها ملاد معناها دالزهايمر معناها. جوستومون اي بالتوفيق ليك سي حافظ الشوالي والمشروعك ان شاء الله من حسن إلى أحسن، وشكرا لك مرة أخرى على قبول التدخل معنا وعلى التوضيحات.